طبعا اليوم جايين ناخذ العلف من البقر. شو موجود علف؟ شو علف؟ مال يبيع بقر، مال بقر ومال دجاج. في مال دجاج؟ بيع بقر، ما علف بقر. بيع بقر ما شاء الله. جيب بياض، بياض دجاج، بياض واللحم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. علف ابو ظبي وين موجود؟ ها الدجاج. ايه مال الدجاج. ها آه مشكور. كراميه، ها كراميه مال باكستان. ايوه مال باكستاني هذا العلف كله. وين علف مال ابو ظبي؟ وينه؟ مال الدجاج. ايه مال الدجاج هذا كله ستاك مال ابو ظبي. إذا تجيب واحد بياض وواحد مال لحم، وجيب مشان الصوص بعد يونية واحدة، يعني ثلاثة. أيوة ثلاثة. حيا الله. هيكن رايك بشايك لهم كله بشاش فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جايين ناخذ الجد، والجد جدا مفيد الصراحة، يعني ما يقعد، يعني تلحق ما تلحق مثل ما تقول. اي والله.